عاصفة قوية من الرياح مصحوبة بهيجان بحري أدى إلى اضطراب في الملاحة البحرية بميناء طنجة المتوسط على مستوى ميناء المدينة، حيث تجاوزت الرياح نحو 60 كيلومترا طيلة يوم أمس وإلى صباح اليوم، وقد ألغيت العديد من الرحلات البحرية خلال نهاية الأسبوع في اتجاه مينائي الجزيرة الخضراء وطريفة. أنا جيت مسافر باش نقطع الإسبان، وهذه يوم هذه يومين تقريبا من نهايه الاسبوع في الويكاند هذا ما كاين يعني الميتيو حسب المعلومات اللي متوفره من عند العمال في الميناء ديال طنجه، هذا هو اللي قالوا لنا. وبسبب سوء الأحوال الجوية ظلت هذه القوارب ومراكب الصيد الساحلي راسية في الميناء بعد نشرة إنذارية من طرف المديرية الوطنية للأرصاد الجوية، وهو ما حال دون إبحار أرباب المراكب تحسبا لوقوع حوادث خطيرة. دابا التيمبو دابا طلع شي شهر هيداك والزياده، قول هاد شهر واحد كامل وهاد شهر جوج، هادو الشهور كيدوزو دائما هيدا قاصحين سبحان الله، كل عام شهر واحد جوج ثلاثه قول اربعه كتبدا الخدمه مزيان، ما يقدروش يخرجوا من المراكب على حسب هاد البحر كبير بزاف، يقدروا يغرقوا وقع لهم الضياع. دابا عندهم الماتريال في البحر وما قدرتش يخرجوا مورا، يقدر يخرج مورا يرجع ما يرجعش، ولا هو لا لوحه ديالو في الخاطر. وحسب السلطات المينائية لطنجة المتوسط فقد تم استئناف الملاحة البحرية في حدود الساعة التاسعة من صباح اليوم، إلا أن ميناء المدينة لا زال يعرف توقفا اضطراريا في إبحار السفن في اتجاه ميناء طرفة، وذلك إلى حين تحسن الأحوال الجوية على مستوى مضيق جبل طارق.